في حديثه للعربي حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية عرقلة أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المشكلة هي أن نتنياهو يتعامل مع هذا الموضوع على أنه يتعلق بمصيره الشخصي. هو يعتقد اعتقادا كبيرا وجازما أن أي اتفاق يمكن الوصول إليه سيؤدي إلى إنهاء حياته السياسية، ولهذا يرهن حياته السياسية بالاستمرار في هذه الحرب الوحشية والمدمرة حتى لا يفتح ملفه بمجرد أن تقف الحرب.